تظاهر مواطنون في مدينة الزنجبار بمحافظة أبيا للمطالبة بالقصاص الفوري من قاتل الطفل ميثاق عبيد الدابية بعد أن عثرت عليه الأجهزة الأمنية مقتولا عقب فقدانه لساعات. وندد المتظاهرون بجريمة مقتل الطفل مطالبين السلطات والأجهزة الأمنية والقضائية في المحافظة القيام بمهامها والإسراع في تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني. وأكد المتظاهرون مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم المشروعة المكفولة بالقانون والدستور والشرائع الدينية. الآن احنا خايفين على أطفالنا وعلى الشباب، على الشباب وين ما يروحوا؟ أصبح اليوم أكثر من قتيل دخلتوه داخل كأن في مطعم ولا في قصر راسه، دخلتوه بدون وين الأمان يا أبو مشعل؟ وين الأمان؟ وين الأمان على طالب ببنانا؟ اليوم امتحان، أول ثاني امتحان، مدري يلعب امتحان الله يا ميثاق، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في حادثة زي هذه تحصل في هذه المديرية والأول مرة في تاريخها، نقول حسبي الله ونعم الوكيل، ونتمنى من إدارة أمن أبين وإدارة المحافظة أن تقوم بحكم القصاص في أقرب وقت ممكن، لأجل ألا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى، لأجل ألا تتكرر وأن تكون عبرة لباقي الأشخاص. لأجل أول مرة حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم القاتل الذي قتل طفل بريه، قولوا له على ايش؟ اسالوه وشوفوا اذا كان مسك واحد من اخوانه او عيال اخوانه وعمل فيه هذا الشيء، ايش اللي بيحصل؟ انا بالقصاص، قصاص بالقرم الذي قتل الولد، باي ذنب ارتكب ولد طفل جاهل عمره الصف الخامس، باي ذنب ارتكب هذا الطفل؟